بطبيعة الحال عدد القتلى طبقا لوزارة الصحة. آخر إحصائية لوزارة الصحة أننا أمام 18 قتيلا وأكثر من 80 مصابا. بطبيعة الحال يعني يدخل في هؤلاء عدد من الجنود والضباط. نقول أن الأعداد فيما يبدو أكثر من هذا، لأن يعني هذه الإحصائيات عادة تقوم وزارة الصحة برصدها من الذين يذهبون إلى المستشفيات، ومن الواضح أن أعداد كبيرة من هؤلاء المصابين ربما لا يذهبون إلى مشافي وزارة الصحة، ومن ثم فإن العدد فيما يبدو أكثر من هذا بكثير. أيضا أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المعتقلين تجاوز 150 معتقلا. أيضا هناك معلومات أن العدد يعني ربما يكون أكثر من هذا بكثير، وخاصة في يعني الليل، هذا الإعلان كان مساء أمس. من الواضح أن ربما الأعداد زادت، عدد المعتقلين حتى الصباح. ما زال ما يجري في منطقة المطرية شمال شرق القاهرة، يعني ما زال هناك عمليات كر وفر، ما زالت هناك أعداد كبيرة من المظاهرين. أيضا الشرطة تقوم بمحاصرة المكان، وأيضا يعني تواجه هؤلاء بأشكال المتعددة. كما قلت، نحن أمام نقلة جديدة في الصراع بين الطرفين، حيث ظهرت على الساحة الآن أعداد من الجماعات المسلحة التي تعلن صراحة أنها ستواجه رجال الشرطة وتقوم عمليات نوعية ضد رجال الشرطة وضد المنشآت. وبالفعل يعني هذه الجماعات مثل جماعة العقاب الثوري أو المقاومة الشعبية، هذه الجماعات أعلنت أنها قامت بتفجير مدرعات وسيارات للشرطة، وأيضا أعلنت أنها استهدفت عددا من رجال الشرطة. وهناك إعلانات كثيرة عن هذه العمليات بينهم وبين رجال الشرطة، يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة في الصراع. يعني ربما يتحول الصراع بهذا الشكل صراع أشبه بصراع المسلح، وهذا ربما يرشح الأوضاع لمزيد من العنف ومزيد من الضحايا. متوقف ألا تهدأ الأمور، لأن جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بيان أمس قالت أنها جاهزة للعمل الثوري، وأنها لن تتوقف حتى يتم إسقاط ما تسميه بالانقلاب. أيضا التحالف الوطني من أجل الشرعية أعلن أنه سيظل موجود في الشوارع حتى إسقاط ما تسميه بالانقلاب. يعني كل هذه الأحداث وكل هذه المعطيات تؤكد أننا أمام تحول جديد في الصراع، وأن هذا التحول مرشح لمزيد من العنف، ومرشح لمزيد من الصدام، ومرشح لمزيد من الضحايا بين الطرفين. وهذا ما ربما يقلق القوى أسيا من الذين يذهبون إلى المستشفيات، ومن الواضح أن أعداد كبيرة من هؤلاء المصابين ربما لا يذهبون إلى مشافي وزارة الصحة، ومن ثم فإن العدد فيما يبدو أكثر من هذا بكثير. أيضا أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المعتقلين تجاوز 150 معتقلا. أيضا هناك معلومات أن العدد يعني ربما يكون أكثر من هذا بكثير، وخاصة في يعني الليل، هذا الإعلان كان مساء أمس. من الواضح أن ربما الأعداد زادت، عدد المعتقلين حتى الصباح. ما زال ما يجري في منطقة المطرية شمال شرق القاهرة، يعني ما زال هناك عمليات كر وفر، ما زالت هناك أعداد كبيرة من المظاهرين. أيضا الشرطة تقوم بمحاصرة المكان، وأيضا يعني تواجه هؤلاء بأشكال المتعددة. كما قلت، نحن أمام نقلة جديدة في الصراع بين الطرفين، حيث ظهرت على الساحة الآن أعداد من الجماعات المسلحة التي تعلن صراحة أنها ستواجه رجال الشرطة وتقوم عمليات نوعية ضد رجال الشرطة وضد المنشآت.